السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا اننا غنحاول نجاوبوا على بعض التكاملات، يعني حساب التكاملات كيف ما شفنا في الدرس. يعني غادي نحاول نزكيو داكشي اللي شفنا في الدرس. نبدا على بركة الله. صحيح، ناخدو العملية الاولى لانتيغرال الاول، اللي هو لانتيغرال من واحد حتى لتخوا ديال دي تي سور ان بلس تي. شنو كتعني ليا هادي؟ هو الانتيغرال من ان تال 3 ياك ديال ان سور ان بلس تي دي تي، ياك الشباب. دونك كيف ما كنعرفو الانتيغرال هو حساب الداله الاصليه. هاد لي بورن هادو في هاد المجال هذا، مفهوم؟ يعني شنو هي الداله الاصليه اللي درت لي، او شنو هي الداله اللي درتيها للاشتقاق تعطيني ان سور ان بلس تي، ياك الشباب. كيف ما كنشوفوا بانها هي الالين، يا كيف ما كنعرفوا الالين دو اكس كيعطيني هي ان سور اكس المشتقه ديالها، يعني نفس الشكل. يعني لانتيغرا ديال ان سور اكس هو الين دو اكس، ياك. الا كان عندي الين ديال واحد فونكسيون اف المشتقه ديالها شنو هي؟ كندير اف الفوق كنديرها المشتقه على اف، ياك الشباب. نفس القضيه، يعني واش كتحقق لي هاد لا كونديسيون؟ نشوفوا. شوفوا واش غادي تحقق لنا هنايا. دونك نديرو الين ديال واحد بلس تي، دونك هادي هي اف اللي تحت. نحسب المشتقة ديالها، كيف ما قلنا بانها كندير اف اللي لداخل كندير المشتقة ديالها، هي ان بلس تي الاشتقاق ديالها اللي هو واحد، تي هو واحد، ان سيغ ان بلس تي، مفهوم؟ دونك اللي هي اكزاكتومون هادي، مفهوم الشباب؟ دونك لانتيغرال اش كيعني ليا؟ كيساوي ليا كان الدالة الأصلية اللي هي ألين دو أن بلس تي، ياك الشباب. أن بلس تي أونتخ أن إي تخوا، ياك الشباب. كتساوي ليا اللي هي كنعوض، هي إف دو بي موا إف دو أ. نفس القضية عندي هنا، بي هي تخوا و أ هي أن، فهم؟ ألين فيما بانت لي تي كنعوضها بهاد لي بورن هادو. في الاول كندير اف دو بي اللي هي اف دو 3، دونك في ما بين ديال تي نعوض ب 3، ها هي 3 موا الين ديال 1 بلس تي نعوضها ب 1، دونك هي لو 1، فهم؟ عطاتيني كتساوي اللي هي الين دو 4 موا الين دو 2، مفهوم الشباب؟ دونك هاد الين دو 4 يمكن لي نبسطها، تعطيني هي 2 على بيسونس 2 موا الين دو 2، ياك. كتساوي ليا كما قلنا ان ان او ار الين دو اكس كيساوي ليا اللي هو الين دو اكس على بيسونس ار، ياك. هادي غير يمكن تخرج على برا، يعني هي هاد البيسونس يمكن تخرج على برا، تولي كفاكتور، يعني تولي 2 الين ديال 2، ياك، موا الين ديال 2، ياك الشباب. اللي غتعطيني اكزاكتومون دونك 2 الين دو 2 موا الين دو 2 سي الين دو 2، فهم الشباب؟ ولا يمكن لي نجمع من هنا، يعني كيف ما كنعرفوا الين دو ا بلس الين دو بي راهي هي الين دو ا فوا بي، ولا الموا يعني ا سور بي، مفهوم؟ يعني هي 4 سور 2، يعني اكزاكتومون 2، مفهوم؟ يعني داكشي غير اللعب وصافي، ما عليناش. دونك الانتيغرال هو القناع. ندوزو للعملية الثانية، او ندوزو للعملية هذه الرابعة، كتبان شوية بسيطة. دونك نحدوها، هي الين او الانتيغرال من 0 تال 1 ديال اكس على بيسونس 3 موان 3 اكس بلس 2 دي اكس. هذه عبارة عن حدودية، والدواء الحدودية كنعرفو الدواء الأصلية ديالهم، يعني كما كنعرفو اكس على بويسونس ار الدالة الأصلية ديالها هي كنزيد في البويسونس واحد، يعني ار بلس 1 فوا اكس على بويسونس ار بلس 1، اسمحوا لي، هي اكس على بويسونس ار بلس 1 سيو ار بلس 1، ياك. نفس الكونديسيون، يعني عندي اكس على بيسونس 3 غتولي اكس نزيد واحد هنايا، يعني اكس على بيسونس 4 سيغ نفس البيسونس اللي عطاني في الداله الاصليه، فهم؟ ناقص 3 اكس، هي الداله الاصليه ديالها هي عندي في البيسونس واحد، يعني غنزيد واحد، يعني هي اكس مربع، وكنقسم على داك المربع نفسه سيغ 2، مفهوم؟ بلس 2 2 فاكتور 2 هو واحد الكونستانت، يعني كنضربها ديريكتومون في اكس، مفهوم الشباب؟ اونتخ لي بورن 0 1، دونك 0 1،
فهم اشنا كتساوي ليا؟ كنعوض يعني هذه كامله الداخل اللي هي غروند اف او الداله الاصليه ديال هاد الفونكسيون هادي، كنمشي نعوض بلي بورن. اول حاجه كنعوض دوك كنعوض بلو ان، فهاد الشيء كامل كنعوض بلو ان، يعني هي ان على بيسونس 4 اللي هي 1 سور 4 موان 3 سور 2 فوا 1 بلس 2 فوا 1 يعني هي 2. مفهوم؟ موان هادو كنديرهم، هادي هي اف الاولى هي اف دو بي موان اف دو ا، ياك ا هي 0 و بي هي 1. مفهوم؟ عوضت بلو 1 هنايا وغنعوض بزيرو هنا. نفتح القوس كنعوض كامل هادو بالزيرو، الا عوضتهم كامل بالزيرو ا 0 0 0 دونك صافي 0. مفهوم الشباب؟ دونك يمكن نحسب هاد العجب هذا 3 دومي 2 4 دونك دينوميناتور المهم توحيد المقام سي 4 4 يعني 1 موان 3 فوا 2 سي 6 2 فوا 4 سي 8 فهم ات ايغال A 8 moins 6, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Il y a 3 sur 4. Vous comprenez? Donc l'intégrale, c'est ce qu'on a fait. Vous comprenez? Nous avons d'abord l'intégrale de l'imbel. C'est 2. Donc il y a le quatrième. Il y a le deuxième. Donc il y a l'intégrale de 0 tel 2. L'intégrale de 0 tel 2. L'exponentielle x fois x dx. L'intégrale de 0 tel 2. x exponentielle x dx. ياك الشباب كيف ما كنشوفوا هنا جداء ديال دو فونكسيون، يعني باش ندير ليكسبونسييل الداله الاصليه ديال ليكسبونسييل بوحدو هو ليكسبونسييل، ولكن عندي هنا x، يعني يكون عندي اكسبونسييل ديال x مربع اي، يعني الداله الاصليه ديالها هي المشتقاق ديالها هو x اكسبونسييل x كاري، ولكن ما عنديش. دونك هنا غادي ندير المكامله باجزاء. مفهوم؟ اللي شفنا في الدرس هو انني نوضع ناخذ واحد او دو اكس كتساوي ليا واحد في بريم دو اكس. مفهوم؟ هادشي كتكتب ليا دوك الانتيغرال كتكتب لي على هاد الشكل هذا او فوا في بريم او. شكون غناخذ؟ واش اكسبونسييل ولا اكس؟ هاد لوغ هذا كنمشي كنحدوه بواحد تكنيك، يعني كندير ديك اللعبه ديال البيس كارك طونجونت لوغاريتم بولينوم اكسبونسييل اي كوسينيس سينيس. مفهوم؟ دونك عندي هنايا شكون اللي سابق، واش ليكسبونسييل ولا البولينوم؟ دونك البولينوم هي اللي سابقه، دونك ندير او دي اكس نوضعها هي اكس و في بريم اللي هي ليكسبونسييل دو اكس. مفهوم؟ كنمشي ندير الاشتقاق ديال او هي او بريم، يعني الاشتقاق ديال اكس اللي هو واحد. مفهوم؟ و في بريم كنمشي نحدد الداله الاصليه ديالها. مفهوم؟ ليكسبونسييل الداله الاصليه ديال ليكسبونسييل اللي هو نفسه ليكسبونسييل دو اكس. مفهوم الشباب؟ دونك اش كتساوي ليا، اش كيساوي ليا هاد الانتقال؟ يمكن ليا دابا نحسب ديريكتومون كتعطيني اللي هي اي فوا في حسب القاعده اي فوا في اللي هي اكس فوا ليكسبونسيل اكس. مفهوم؟ اونتر هاد لي بورن هادو 0 2 موان الانتقال ما بين 0 و 1 ديال اش؟ ديال او بريم فوا في، يعني هي ليكسبونسيل دو اكس فوا 1 سي اكسبونسيل اكس dx. ياك الشباب دونك كتساوي ليا هادي نحسبها من بعد ماشي مشكل، ما بين 0 و 2 موان لانتيغرال ما بين 0 و 1 ديال اكسبونسييل اكس. ليكسبونسييل اكس الداله الاصليه ديالو اللي هو نفسه. مفهوم؟ يعني موان اكسبونسييل اكس اونتر 0 و 2 هادي 2. ياك دونك كتساوي ليا نحدد نحسب هادشي، يعني بقى لي دابا غير دي كالكول. مفهوم؟ دونك نعوض ب 2 دونك 2 فوا اكسبونسييل 2 موان 0 0 يضرب في هادشي غيمشي كامل 0 ناقص اكسبونسييل ديال 2 موان اكسبونسييل ديال 0 اللي هو 1. مفهوم؟ اكسبونسييل ديال 0 سي 1 دونك غتعطيني لي هي 2 اكسبونسييل 2 موان اكسبونسييل 2 موان مع موان سي بلوس يعني بلوس 1. مفهوم؟ دونك 2 اكسبونسييل 2 موان اكسبونسييل 2 يعني ديريكتومون لي هي اكسبونسييل ديال 2 بلوس 1. مفهوم؟ ومنه هادشي كيساوي ليا لانتيغرال. ياك الشباب ندوزو لانتيغرال لي من بعد دونك تخوازيام مون لانتيغرال ما بين 0 و ln دو 4 ديال اج ديال اكسبونسيل اكس سيو اكسبونسيل اكس بلس
5 دي اكس. ياك الشباب كيف ما غتشوفوا من النظره الاولى انها مهم كتساوي لي بزاف ديال لي جوج، يعني يمكن دابا ندير بلوس 5 الفوق موان 5 وندير الشكل القانوني غيعطيني واحد على ليكسبونسيال ديال اكس بلوس 5، ولكن ما خرجاش ليا. دونك الالين هي ذات هذه المشتقه اكسبونسيال، دونك ديريكتومون اللي هي الالين. دونك الين دو اف كيف ما كنعرفوا المشتقه ديالها نعاودوها، هي اف بريم سور اف. ياك الا خديت الاف هي اكسبونسيال اكس بلوس 5، هادشي دابا راه كنديرو غير في الوسخ. ياك اكسبونسيال ديال اكس بلوس 5 قلت لها المشتقه ديال الالين هذا العجب هذا، كندير الاشتقاق ديال هادي اللي داخل الفوق، الاشتقاق ديال هادشي اللي داخل هو الاكسبونسيال، و بريم يعني نفسه اكسبونسيال اكس سيغ اكسبونسيال اكس بلوس 5 ديريكتومون اللي هي الين. مفهوم الشباب؟ دونك ديريكتومون اللي هي الين ديال اش ديال اكسبونسيال اكس بلوس 5، مفهوم؟ ما بين 0 و الين دو 4. ياك الشباب دونك هادي هي اف كوغونت اف، كندير اف دو بي موان اف دو ا، هادي كنعوض الين ديال اكسبونسيال اكس نعوضها بالين دو 4 بلوس 5 موان اف دو 0، يعني هي الين ديال اكسبونونسيال ديال 0 نعوضها باكس نعوضها ب 0 بلوس 5. ياك الشباب كتساوي ليا الين اكسبونونسيال الين دو 4 سي 4، ياك اكسبونونسيال الين دو اكس راه هي اكس، مفهوم؟ يعني اكسبونونسيال هو الدالة العكسية ديال الين، دونك ديريكتومون لي 4. 4 بلوس 5 سي 9، مفهوم؟ موان الين ديال اش اكسبونونسيال 0 سي 1 و 1 بلوس 5 سي 4 سي 6، تقدر 5 بلوس 5 بلوس 1 سي 6، مفهوم الشباب؟ دونك هنا ln دو 9 موان ln دو 6، يعني ln دو ا موان ln دو بي شنو كتساوي ليا؟ اللي هي ln دو ا سيغ ln دو بي، هاي ln دو ا موان ln دو بي كتساوي ليا ln دو ا سيغ بي. ياك هاد الطريقة أو هاد القاعدة هي اللي غنستعملها، هي 9 سيغ 6. شنو هو القاسم المشترك هنا؟ اللي هو 3، ياك تعطيني هي ln ديال 3 سيغ 2، مفهوم؟ دونك ومنه حنا وجدنا او تلاقينا او تحصلنا على الانتيغرال، مفهوم؟ نشوفو دابا الانتيغرال سانكيام، يعني الانتيغرال من زيرو تاع بي سور دو ديال سينوس دو اكس كوسينوس دو اكس دي اكس. ياك الشباب كيف ما كنشوفو هنا انه جزء ديال جوج ديال ديال الدوال، الى مشي درت المكاملة بأجزاء غادي شوية نديرونجا. المهم يمكن لي نلقاها بمكاملة بأجزاء يمكن، ولكن هذه كتبان لي على شكل واحد، يمكن لي نلقاها بطريقة مباشرة كيف ما شفنا في هنا. يعني إلا جينا نشوفو بأن سينوس دو إكس المشتقة ديالها اللي هي كوسينوس دو إكس، ياك الشباب سينوس دو اكس الى كانت على بويسونس واحد ان قلت لها المشتقه ديالها هي واحد فونكسيون، دابا سينوس راه هي فونكسيون اف على بويسونس ان، كنزل ان كندير المشتقه ديال اف اللي هي سينوس، المشتقه ديال سينوس اللي هي كوسينوس دو اكس، ياك اللي كنقص وحده في البويسونس، يعني مضروبه في سينوس ديال اكس على بويسونس ان موان زان، مفهوم الشباب؟ دونك كوسينوس سينوس اللي هي نفسها هذه، دونك عندي هنا تقريبا ان ان غيكون واحد البويسونس اللي هو صغير، يعني كيف ما باش تعطيني سينيس على بويسونس ا، يعني نقصت منه واحد ديجا، مفهوم؟ يعني باش نلقاه على هذا الشكل هذا، يعني راه هاد ان موان زان كتساوي ليا واحد، ان موان زان كتساوي ليا هنا واحد، ياك دونك ان شحال غادي يساوي ليا؟ دونك ان غيساوي ليا ندي واحد للطرف الاخر غيولي ليا كيساوي ليا دو، مفهوم؟ دونك ان كيساوي ليا دو، دونك سينيس دو اكس على بويسونس دو. مش متأكد إلا درت ليها المشتقة غتعطيني كما قلنا أنني غنزل دو في الكوسينيس، يعني المشتقة ديال السينيس اللي هي كوسينيس دو إكس، و السينيس كنقص في البويسونس واحد دو موان زان سي دو سي أن، دونك أن، مفهوم؟ اللي هي إكزاكتومون هاد الإجابة، مفهوم؟ يعني يكفي أنني نضرب أن دو من هنا
نضرب في ان دومي هنا باش تعطيني ديريكتومون هاد الاجابه، مفهوم؟ دونك لانتيغرال ديريكتومون اللي هو ان دومي سينوس دو اكس او كاري، مفهوم؟ اونتر 0 اي بي سور 2، مفهوم؟ دونك باش نحسب دابا هاد لي بورن هادو، اف دو بي، اف دو بي موان اف دو ا، نعوض اكس بي سور 2، موان ان دومي سينيس، نعوض اكس بزيرو، مفهوم؟ دونك سينيس ديال بي سور 2 اللي هي دونك سينيس او كاري ديال بي سور 2 اللي هي سينيس دو بي سور 2 دو تو او كاري، ياك سينيس ديال بي سور 2 كيعطيني 1 او 1 مربع اللي هي 1 او 1 فوا 1 دومي سي 1 دومي، مفهوم؟ موا سينوس دو زيرو، سينوس دو زيرو سي زيرو ديريكتومون حيتاش في الدائرة المثلثية على شكل هذا هو السينوس هذا هو زيرو سي بي سور دو، ياك هذا هو لاكس ديال السينوس هنا زيرو هذا هو أصل المعلم، دونك الصورة ديال زيرو بالنسبة للسينوس سي زيرو، ياك والصورة ديال بي سور دو في السينس كيعطيني أن، مفهوم؟ دونك زيرو، دونك ومنه كتساوي لانتيغرال ديال هاد العجب هذا كيعطيني أن دومي، مفهوم؟ ندوزو دابا لانتيغرال اللي من بعد اللي هو لانتيغرال ديال اكسبونسيال اكس سينوس دو اكس دي اكس، ياك اونتر زيرو اي بي سور 2، مفهوم؟ دونك اش كتساوي ليا هادي؟ ما يمكنش ندير ليها الحساب المباشر، مفهوم؟ عندي دالتين وحده بعيده على الاخرى، يعني هنا كانوا قراب ليا، علاش يمكن لي علاش كان بامكاني انني ندير الحساب المباشر؟ هنا السينوس بعيده على الاكسبونونسيال، مفهوم؟ دونك هنا غادي ديريكتومون انني ندير المكامله باجزاء، مفهوم؟ نوضع او دي اكس او في بريم دو اكس او دي اكس، هنا وحده غادي ناخذ واش الاكسبونونسيال ولا السينوس بالطريقه ديال ال بي الارك طونجونت هو الاول، ما كاينش عندي اللوغاريتم، ما عنديش بولينوم، ما عنديش، عندي الاكسبونونسيال ها هو لي كوسينوس والسينوس، يعني غنوضع لي اكسبونونسيال دو اكس، مفهوم؟ لي اكسبونونسيال دو اكس الاشتقاق ديالو او بريم كتساوي ليا هي نفسه اكسبونونسيال اكس، ياك او في بريم اللي هو السينوس دو اكس، الدالة الأصلية ديالو اللي هو موان كوسينيس دو إكس، ياك الدالة الأصلية ديال السينيس حيت السينيس الكوسينيس درت ليه المشتقة كيعطيني موان سينيس، مع هاد الموان درناه على برا باش تختز ليه مع داك الموان، مفهوم؟ دونك كيما قلنا بالمكاملة بأجزاء كندير إي إي فوا في، مفهوم؟ كندير دونك عندي إف غونت اف الدالة الأصلية الأولى اللي هي U فوا في اللي هي موان كوسينوس دو إكس فوا ليكسبونونسيال ديال إكس أونتر زيرو إي بي سور دو، مفهوم؟ ناقص واحد ناقص لكن المهم غير باش ننسى السطر، مبقاش عندي مكفانيش الوقت مكفانيش ليسباس، لانتيغرال ما بين زيرو إي بي سور دو ديال إش ديال U بريم فوا في، يعني موان كوسينوس دو إكس اكسبونونسيال ديال اكس، مفهوم؟ دونك هادي نخليها ابار حيت هادي دابا صافي يمكن عاطيني واحد شي عجب، مفهوم؟ دونك هاد لانتيغرال هذا خلق ليا مشكل باش نلقاه حتى هو عندي فيه ديرونجمون، يعني غادي نحاول نستعمل حتى هو المكامله باجزاء، دونك نضع واحد اي كتساوي ليا هادي اللي هي لانتيغرال، دونك هاد الموان مع الموان تولي بلوس، ياك مفهوم؟ دونك نضع هاد اي هادي كتساوي لانتيغرال من بي سور من زيرو تال بي سور دو ديال كوسينيس ديال اكس اكسبونسيال اكس، ياك دي اكس، ماشي نحدد دابا لانتيغرال ديال هادي، باش نحدد هادي نفس لا كونديسيون، يعني غادي نحاول ندير مكاملة بأجزاء، ناخد واحد اي ولا دوبلو في ولا المهم باش ما ندير التكرار، دوبلو في دي اكس وناخد واحد المهم واحد المهم معليناش سيد اكس ولا شي حاجه، المهم غير هاد دي سامبول وصافي، دونك الا باش ناخذ اوميغا دي اكس هادي دي سي بريم، ياك
اوميغا دي اكس بالاوردر باش نختاروا، يعني واش كوسينس ولا سينس بالطريقه بهذا التكنيك هذه. شكون اللي غادي ناخذ الاول؟ ليكسبونسيف بطبيعه الحال، حيتاش هو الاول قبل من الكوسينس والسينس، يعني ناخذ ليكسبونسيف اكس اوميغا بريم دو اكس باش كيساوي ليا نفسه ليكسبونسيف، ياك او سي بريم نوض باش ناخذها هي الكوسينس دو اكس، ياك الشباب. دونك سي اكس دار الاصليه ديال الكوسينس اللي هي سينس دو اكس، ياك الشباب. دونك اش غتساوي ليا هاد؟ كندير يو فوا في او اوميغا فوا سي، ياك ديريكتومون اللي هي سينس دو اكس اكسبونسيال اكس انتر 0 اي بي سور 2 موا لانتيغرال ما بين 0 و بي سور 2 ديال اش؟ ديال اوميغا بريم فوا سي، يعني هي سينس دو اكس اكسبونسيال اكس دي اكس، مفهوم؟ ومنه الى خدينا هذه كتساوي ا، دونك ا اش غتساوي ليا؟ كتساوي هاد لابارتي هادي نحطها موان كوسينيس ديال اكس اكسبونسيال اكس اونتر 0 اي بي سور 2 بلس هادي هي اي، ياك او اي لقيناها انها كتساوي هاد العجب هذا، مفهوم؟ مفهوم؟ دونك نجي نعوضو، يعني بلس سينوس دو اكس كوسينيس ديال اكس او سينوس دو اكس اكسبونسيال ديال اكس من 0 تال بي سور 2 موان لانتيغرال ما بين 0 و بي سور 2 سينيس دو اكس اكسبونسيال اكس دي اكس، ياك الشباب. دونك هادي كيف ما كنشوفو راه هي نفس هادي باش بدينا في الاول، يعني هي ا، مفهوم؟ يعني كي نوضع هادي اللي هي ا، مفهوم؟ دونك ا عندي هنا موان ا، يمكن لي ندي ا للطرف الاخر، دونك موان ا ندي للطرف الاخر تولي بلوس ا، يعني ا بلوس ا سي دو ا اللي كتساوي ليا هاد العجله، يعني موان كوسينيس ديال اكس اكسبونسيال اكس، يمكن لي نجمعها مع سينيس دو اكس اكسبونسيال اكس انتر 0 اي بي سور 2، مفهوم؟ يمكن ندخل هادو نجمعهم بجوج، مفهوم؟ دونك هو منه ا اش كيساوي ليا؟ نضرب ان دومي في هاد الطرف ونضرب ان دومي في هاد الطرف، ديال اش؟ ديال موان كوسينيس ديال اكس اكسبونسيال اكس بلس سينوس دو اكس اكسبونسيال اكس انتر 0 اي بي سور 2، مفهوم الشباب؟ دونك بقى ليا دابا هنا غير الحساب، يعني نعوض ومهم نعوضو ماشي مشكل. غتساوي ليا ان دومي فيما بانت ليا اكس نعوضو بي سور 2، يعني كوسينيس ديال بي سور 2 سي 0، مفهوم؟ و سينيس ديال بي سور 2 سي 1، دونك غتعطيني هي سينوس ديال بي سور 2 اكسبونسيال بي سور 2، ياك هادي علاش انا استغنيت عليها؟ حيت غتعطيني زيرو، داكشي انا حيدتها غير فهاد البوغ هذا ديال بي سور 2، ياك انا خديت غير سينيس دو بي سور 2 اكسبونسيال اكس، هاد سينيس ديال بي سور 2 كيعطيني لو 1 و 1 فوا اكسبونسيال ديال بي سور 2، مفهوم؟ موان موان اف دو زيرو، مفهوم؟ يعني موان مع هاد الموان تولي بلوس كوسينيس ديال زيرو اللي هو المهم نحسبوه كوسينيس ديال زيرو اكسبونسيال زيرو، ياك هاد بلوس غتولي موان، ياك موان سينيس دو اكس اكسبونسيال دو اكس، الا عوضت بالزيرو سينيس دو زيرو غيعطيني ديريكتومون زيرو، مفهوم؟ يعني موان زيرو دونك نستغنى عليها حتى هي، مفهوم الشباب؟ دونك ديريكتومون اللي هو ان دومي سينيس قلنا ديال بي سور دو يمشي ديال ان غيبقى يا اكسبونسيال ديال بي سور دو، مفهوم؟ بلوس كوسينيس ديال زيرو اللي هو ان، لو ان فوا ليكسبونسيال دو زيرو سي ان، يعني ان، مفهوم؟ يعني بلوس مفهوم الشباب. دونك هو ليكسبونسيال ديال بي سور 2 بلس 1 لو تو سور 2، ومنه ا كتساوي ليا هاد العجب، مفهوم الشباب؟ ا هو الانتيغرال اللي باش بدينا، مفهوم؟ نتمنى ان يكون هاد المهم هادو تمارين تطبيقيه باش نحاولوا المهم باش نحاولوا نستوعبوا شنو هو الانتيغرال، المهم خصنا نخدمها الشباب، ياك حاولوا خدموا تمارين، وكل ما الانسان كثر التمارين كل ما فهم مزيان، مفهوم؟ دونك وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان هادشي يكون واضح شويه على الاقل واضح، المهم غادي نديرو تمارين ان شاء الله باش نحاولوا شويه نفهموا مزيان هاد العجب هذا، ونديرو دراسه الدوال ونخدموا امتحانات وطنيه، ومهم ترقبوا فيديوهات ان شاء الله اللي غيكونوا شويه افونسين وغادي مع البروغرام، ونشوفكم في ساعه الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.